السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المفعول المطلق. المفعول المطلق هو المصدر المنتصب توكيدا لعامله أو بيانا لنوعه أو عدده. إذن المفعول المطلق مصدر، هذا أول شيء. الشيء الثاني منتصب يعني منصوب. الثالث هو ثلاثة أنواع: أنه يؤكد العامل أو يبين النوع أو يبين العدد، وهذه هي الأنواع التي كتبتها بهذا الشكل: مؤكد للعامل، مبين للنوع، مبين للعدد. كيف نفرق بينها؟ أولاً، المفعول المطلق المؤكد للعامل نحو ضربت زيداً ضرباً. أين المفعول المطلق؟ أين المصدر؟ المصدر هو ضرباً. هل ضرباً مصدر للفعل ضرب؟ نعم. هل هو منصوب؟ نعم. طيب، لماذا جئنا به في هذا المثال؟ ليؤكد العامل الذي هو هنا ضرب. تعلمون أنه من المؤكدات في الجملة، مثلاً إن تؤكد، نعم. القسم تقول والله، هذا مؤكد. قد تقول قد قام زيد، هذا مؤكد. ومن المؤكدات أيضا المفعول المطلق، فعندما تقول ضربت زيدا الجملة خالية من التوكيد. طيب، ضربت زيدا ضربا، أكدت الضرب الآن، خلاص. إذن ضربا مفعول مطلق منصوب، ما نوعه؟ مؤكد للعامل. أكرمت محمدا إكراما، أين المصدر المنصوب في الجملة؟ إكراما. هل هو مصدر للعامل السابق؟ نعم. وهو منصوب؟ نعم. إذن هذا مفعول مطلق منصوب، كما في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما. أين المفعول المطلق؟ تكليما، مفعول مطلق منصوب. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. أين المفعول المطلق؟ عرضا، نقول مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة. كيف أعرفه وكيف أفرق بينه وبين النوعين الآخرين؟ سنفرق بعدما ندرس النوعين، يعني سأذكر الضابط سريعا وإن شاء الله نفهمه أكثر بعدما نذكر النوعين الآخرين. هذا النوع هو غير موصوف، يعني عندنا مصدر وهو غير موصوف وغير مضاف أيضا، وليس مختوما بتاء الوحدة، وليس مثنى ولا مجموعا. أنا أفهم أنني إن قلت لكم هذا قد تستصعبون المسألة، ولكن بعدما ندرس النوعين الآخرين يكون سهلا. لماذا؟ لأنه إن لم يكن من هذين النوعين كان من هذا النوع وانتهت القصة. النوع الثاني، المفعول المطلق المبين للنوع، ضابطه أنه مصدر موصوف أو مضاف فقط. يعني عندي مصدر العامل السابق، وهذا المصدر بعده صفة له، إذن هذا مبين للنوع. أو هو مضاف وبعده مضاف إليه، إذن هذا مبين للنوع، خلاص. مثال ذلك، لو قلت لكم ضربت زيدا ضربا، أين المفعول المطلق؟ وهذا مؤكد للعامل. طيب، لو قلت ضربا شديدا أصبح موصوفا الآن، صحيح؟ هذا هنا الآن مفعول مطلق مبين للنوع. لماذا؟ لأن المصدر موصوف، فهنا ضربت فعل وفاعل، زيدا مفعول به، مفعول به، وضربا مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة، شديدا نعت لضربا منصوب وعلامة نصبه الفتحة. والمثال الثاني، جلست جلوس الأمير، أين المصدر؟ جلوس، هل جلوس هو مصدر العامل السابق؟ نعم، جلوس مصدر جلس. هل هو منصوب؟ نعم. هل هو مضاف أو منصوب؟ عذر، مضاف أو موصوف؟ نعم، هنا مضاف لكلمة الأمير، جلوس الأمير، الأمير هذا مضاف إليه. إذن من أي نوع هذا؟ هذا من المفعول المطلق المبين للنوع، يعني جلست جلوسا مثل جلوس الأمير. إذن هذا فيه تبيين للنوع أو لا، يبين نوع الجلوس. ومن ذلك قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا، أين المفعول المطلق؟ فتحا، من أي نوع هذا؟ مؤكد للعامل أو مبين للنوع أو للعدد؟ هل هو موصوف أو مضاف؟ موصوف، لأن مبينا صفة لفتح، صحيح؟ إذن فتحا مفعول مطلق منصوب، ما نوعه؟ مبين للنوع. لماذا؟ أقول لأنه موصوف.
وكما في قوله تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، أين المصدر؟ أين المصدر؟ تبرج، نعم، من أي نوع هذا المفعول المطلق؟ من المبين للنوع. لماذا؟ لأنه مضاف إلى الكلمة التي بعده. فالخلاصة أن المبين للنوع موصوف أو مضاف. النوع الثالث مبين للعدد، يعني كم مرة، يبين لنا عدد المرات. ضربت زيدا ضربة، دون أن أشرح لكم هل تشعرون بعدد ضربت زيدا ضرب كم مرة؟ مرة واحدة. وهذا الذي قلته يكون مبينا للعدد إن كان مختوما بتاء الوحدة، يعني بالتاء التي تدل على الواحد. طيب، أو كان مختوما بعلامة تثنية أو بعلامة جمع. ضربت زيدا ضربة، ضربة مفعول مطلق مبين للعدد منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ضربت زيدا ضربتين، ضربتين مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. طيب، بعض الناس يظنون أن المفعول المطلق لا يكون مثنى ولا مجموعا، يكون مثنى ويكون مجموعا كهذه الأمثلة. ضربت زيدا ضربات مختوم بأي شيء؟ بعلامة جمع. نقول ضربات مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. طيب، المبين للنوع موصوف أو مضاف؟ صحيح؟ المبين للعدد مختوم بتاء الوحدة أو علامة تثنية أو علامة جمع؟ هيا نرجع إلى الأول. المؤكد للعامل غير موصوف ولا مضاف ولا مختوم بتاء الوحدة ولا مثنى ولا مجموع. فهمت الآن؟ هذا هو النوع الأول. أريد أن أنبه إلى شيء في النهاية بعد ذكر هذه الأنواع. ما هو؟ أن المفعول المطلق بأنواعه الثلاث، يعني كل هذه الأنواع تؤكد العامل، يعني هذا أيضا يؤكد العامل؟ نعم. والأخير هذا يؤكد العامل؟ نعم. طيب، لماذا فرق العلماء في التسمية؟ الأول مؤكد للعامل فقط لا يفيد أكثر من هذا، الثاني يؤكد العامل وفوق هذا يبين النوع، فسموه بالتسمية التي تميزه عن غيره. الثالث يؤكد العامل أيضا وفوق هذا يبين العدد، فسموه بالتسمية التي تميزه عن غيره. فهمتم؟ إذن الثلاثة تؤكد العامل، ولكن الأول يؤكد العامل فقط، الثاني يؤكد العامل ويبين النوع، الثالث يؤكد العامل ويبين العدد. طيب، أريد أن أختبركم الآن، يعني أريد أن أذكر لكم أمثلة وأرى هل فهمتم أو لا. تطبيق. في قوله تعالى فجمعناهم جمعا، أين المفعول المطلق الذي يعرف يرفع يده؟ تفضل. جمعا. طيب، ما نوعه؟ مفعول مطلق مؤكد للعامل. لماذا؟ لأنه مصدر العامل السابق، صحيح، وليس موصوفا ولا مضافا ولا مختوما بتاء الوحدة، وليس مثنى ولا مجموعا. إذن نقول جمعا مفعول مطلق مؤكد للعامل منصوب وعلامة نصبه الفتحة. طيب، في قوله تعالى هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، أين المفعول المطلق؟ تفضل. زلزالا. ما نوعه؟ مبين للنوع. لماذا؟ لأنه موصوف. ممتاز. إذن مفعول مطلق مبين للنوع لأنه موصوف بكلمة شديدا. طيب، في قوله تعالى وكل شيء فصلناه تفصيلا، تفضل. تفصيلا هو المفعول المطلق. ما نوعه؟ مؤكد للعامل أيضا لأنه ليس موصوفا ولا مضافا إلى آخره. في قوله تعالى فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر، أين المفعول المطلق؟ الذي يعرف يرفع يده. نعم، أخذ، صحيح. ما نوعه؟ مبين. مبين للنوع. لماذا؟ لأنه مضاف إلى كلمة عزيز. إذن أخذ هو المصدر من الفعل أخذ، أخذ أخذا، فلما أضيف طبعا لا يصح التنوين مع الإضافة فحذف التنوين. فهنا أخذ مفعول مطلق مبين للنوع منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وعزيز مضاف إليه. الآية الخامسة أو المثال الخامس
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أين المفعول المطلق؟ تسليما ما نوعه؟ مؤكد للعامل، تسليما ليس مضافا ولا موصوفا ولا مختوما بتاء الوحدة إلى آخره. إذن هذا مفعول مطلق مؤكد للعامل منصوب وعلامة نصبه الفتحة. في قوله تعالى واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، تفضل شيخ أحمد. هجرا مفعول مطلق، ما نوعه؟ مبين للنوع. لماذا؟ لأنه موصوف، كلام صحيح. طيب في قولك رجفت المدينة رجفة، تفضل. رجفة هذا مفعول مطلق، ما نوعه؟ مبين للعدد لأنه مختوم بتاء الوحدة، رجفت رجفة يعني واحدة فقط. طيب يعني الحمد لله قد فهمتم الأنواع. هناك أشياء تنوب عن المصدر في الانتصاب على المفعول المطلق. يعني نحن قلنا في تعريف المفعول المطلق هو المصدر المنتصب، يعني تأكيدا لعامله أو بيانا لنوعه أو عدده. هل يكون دائما مصدرا أو هناك أشياء تنوب عن المصدر في الانتصاب على المفعول المطلق، يعني نعربها أيضا مفعولا مطلقا وليست مصدرا؟ نعم هناك أشياء نأخذها إن شاء الله. هناك أشياء تنوب عن المصدر في الانتصاب على المفعول المطلق. يعني الخلاصة، المفعول المطلق نوعان، مصدر وغير مصدر. هذه الأشياء التي تنوب عن المصدر في الانتصاب على أنها مفعول مطلق هي أشياء كثيرة، أشهرها وأكثرها استخداما ما أثبته هنا، وهو مرادفه، يعني مرادف المصدر، كل وبعض مضافين للمصدر، عدد المصدر، آلة المصدر، اسم الإشارة طبعا المشار به إلى المصدر، صفة المصدر، وسأبين هذا في الشرح. ولكن قبل أن أدخل في الشرح أريد أن أنبه إلى شيء مهم. ما هو؟ هذه الأشياء التي أشرحها الآن مشهورة عند الطلاب بأنها نائب عن المفعول المطلق، وهذا الكلام عندي لا يصح، وهذه التسمية تسمية حديثة لم يقل بها العلماء من قبل، وإنما هذا ليس نائبا عن المفعول المطلق، وإنما هو مفعول مطلق أصلا، ولكن ناب عن المصدر، لأن الأصل في المفعول المطلق أن يكون مصدرا. وهناك أشياء تنوب عن المصدر في الانتصاب أيضا على أنها مفعول مطلق، إذن ليست نائبا عن المفعول المطلق. خلاص، وقد شرحت هذا بالتفصيل في كتابي النحو التطبيقي بمراجعه إن شاء الله. يعني لماذا هذه التسمية هي الصحيحة وتسمية نائب عن المفعول المطلق خطأ، ارجعوا إلى الكتاب إن شاء الله. أول شيء مرادف المصدر، يعني ما يساوي المصدر في معناه. مثال ذلك، لو قلت جلست، ما المصدر من جلسة؟ جلوس. يعني لو قلت جلست جلوسا، إذن جلوسا مفعول مطلق، صحيح؟ طيب ما الذي يساوي جلوسا؟ قعودا. قلت جلست قعودا، إذن قد ذكرت المصدر بمعناه وليس بلفظه. في هذه الحالة قعودا أيضا مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة. قمت وقوفا، الأصل قمت قياما مفعول مطلق. طيب حذفت قياما ووضعت مصدرا بمعناها، فقلت قمت وقوفا، فوقوفا هنا أيضا مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتح. طيب فرحت جذلا، جذلا يعني فرحا أيضا، فلو قلت فرحت فرحا هو المصدر. طيب أحذف فرحا وأضع معناه جذلا، إذن جذلا مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة. هذا هو الشيء الأول. الشيء الثاني، كل وبعض مضافين إلى المصدر، تنبهوا إلى هذا. يوجد عندي عامل في الأول، بعد ذلك كلمة كل، بعدها مضاف إليه، المضاف إليه هذا هو المصدر للعامل السابق، أو كلمة بعض وبعدها المصدر أيضا. نطبق، أحسنت إليك كل الإحسان، هذا هو العامل، كل أضيفت إلى مصدر العامل السابق ولذلك جاءت منصوبة. طيب في الإعراب ماذا أقول على الصحيح؟ أقول مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة، والمصدر الذي بعدها مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة، ولا نقول نائب عن المفعول المطلق، هو مفعول مطلق.
خلاص اتفقنا على أن هذه التسمية ليست منضبطة. في قوله تعالى فلا تميل كل الميل، أين المفعول المطلق هنا؟ كلمة كل، لماذا؟ لأنها أضيفت إلى مصدر العامل السابق، فلا تميل كل الميل، الميل هو المصدر من تميل. إذن كل مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف، الميل مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. هذا في كل. طيب بعض، أكرمت زيدا بعض الإكرام، أين المفعول المطلق؟ بعض، والإكرام مضاف إليه. روح عن نفسك بعض الترويح، أين المفعول المطلق؟ بعض مفعول مطلق منصوب، الترويح مضاف إليه. إذن الشيء الأول مرادف المصدر، الشيء الثاني كل وبعض مضافين إلى المصدر، الثالث عدد المصدر. ما معنى هذا؟ يوجد عندي عامل ثم عدد، ويوجد بعد هذا العدد مصدر العامل السابق فقط. مثال: ضربت زيدا 3 ضربات، العامل هو ضربت، المصدر هو ضربات، ثم قبل هذا المصدر جاء العدد، إذن هذا اسمه عدد المصدر. طيب في الإعراب أين المفعول المطلق؟ المصدر أو العدد؟ العدد، يعني الذي جاء في الأول. أما المفعول المطلق هنا فيعرب تمييزا، يعني الذي كان مفعولا مطلقا في الأصل يعرب تمييزا. هنا ضربت فعل وفاعل، زيدا مفعول به، 3 مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة، ضربات مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. طبعا عندما يكون مجرورا الأدق أن نقول مضاف إليه، أن نأخذ هذا في التمييز إن شاء الله. بعضهم يقول تمييز مجرور وبعضهم يقول مضاف إليه مجرور، عندما يكون مجرورا من باب الدقة نقول مضاف إليه مجرور. فجلدوهم 80 جلدة، العامل ثم جاء العدد وبعده مصدر العامل، إذن المفعول المطلق هو العدد، فهنا فجلدوهم فعل وفاعل ومفعول به، 80 مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه. ما علامة نصبه؟ من الذي يعرف؟ 80 مفعول مطلق منصوب، ما علامة نصبه؟ الياء، لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، إذن هنا منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. جلدة تمييز منصوب. فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، اجلدوا 100 جلدة، فهنا عامل وهنا العدد وبعده مصدر العامل، إذن العدد هنا مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة، جلدة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. هذا هو عدد المصدر. النوع الرابع آلة المصدر. آلة المصدر يعني مثال، يقول ضربت زيدا سوطا، يعني ضربت زيدا، ما آلة الضرب؟ الضرب هو المصدر صحيح، ما آلة الضرب هنا؟ السوت الذي يضرب به بالسين ليس بالصاد، نعم بالسين، إذن سوطا هي آلة الضرب، لذلك أعربناه مفعولا مطلقا منصوبا. طيب مثال آخر، ضربته سيفا، هل أنا ضربت السيف يعني ضربت السيف بشيء أو ضربت الشخص سيفا؟ ضربت الشخص سيفا، إذن هذا الشخص مفعول به، أما السيف هنا هو المفعول المطلق، لماذا؟ لأن السيف آلة الضرب، إذن ضربته سيفا، سيفا مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة. طيب طعنته رمحا، هل الرمح آلة الطعن؟ نعم، إذن هو مفعول مطلق منصوب. ضرب اللاعب الكرة رأسا، هل الرأس هنا هي آلة الضرب؟ نعم، إذن رأسا مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة. بعده اسم الإشارة الذي يشار به إلى المصدر. النوع الخامس اسم الإشارة مشارا به إلى المصدر، يعني إلى مصدر العامل السابق. مثاله أكرمت محمدا ذلك الإكرام، عندي اسم الإشارة نشير به إلى مصدر العامل السابق، فاسم الإشارة هذا هو المفعول المطلق هنا. طيب والاسم المقترن بآل بعد اسم الإشارة يعرب بدلا من اسم الإشارة، لذلك جاء هذا منصوبا، هذا يدل على أن اسم الإشارة في محل نصب،
إذن أكرمت فعل وفاعل محمدا مفعول به، ذلك نقول ذا اسم إشارة مبني على السكون هنا طبعا، لأنه ذا يوجد فيه ألف أصلا، هذا اسم الإشارة، واللام للبعد اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب مفعول مطلق. اللام للبعد، الكاف حرف للخطاب، الإكرام بدل من اسم الإشارة منصوب. طيب أحسنت إلى زيد ذلك الإحسان، أين المفعول المطلق؟ ذلك، هذا اسم الإشارة مبني في محل نصب مفعول مطلق، الإحسان بدل منصوب وعلامة نصبه الفتحة. النوع السادس صفة المصدر. صفة المصدر هذه أيضا تنوب عن المفعول المطلق. أي مصدر؟ صفة مصدر العامل السابق تنوب عن المفعول المطلق. مثال: اضرب زيدا كثيرا. كثيرا صفة في الحقيقة، ولكن صفة لأي شيء؟ نعم، صفة لمصدر محذوف، والتقدير اضرب زيدا ضربا كثيرا، فحذف المصدر وأغنت عنه صفته، فأصبح اضرب زيدا كثيرا نفس المعنى. فكثيرا هنا مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة. من الممكن أن تقول مفعول مطلق نائب عن المصدر منصوب وعلامة نصبه الفتح في كل نوع من الأنواع الستة التي ذكرناها. اضرب زيدا قليلا، يعني اضرب زيدا ضربا قليلا، حذف المصدر ونابت عنه صفته، فنقول قليلا مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ومن ذلك قوله تعالى واذكروا الله كثيرا، أين المفعول المطلق؟ كثيرا. طيب صفة لمصدر، ما تقدير المصدر؟ واذكروا الله ذكرا كثيرا، فحذف المصدر ونابت عنه صفته. في الإعراب نقول كثيرا مفعول مطلق. طيب سؤال، نفرض أن المصدر مذكور، يعني في قوله تعالى، ونفرض يعني في غير القرآن، واذكروا الله ذكرا كثيرا، ما يعرب ذكرا هنا؟ مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتح. طيب كثيرا نعت منصوب وعلامة نصبه الفتح. طيب احذف المصدر واذكروا الله كما جاء في القرآن، واذكروا الله كثيرا، الآن كثيرا نابت عن الموصوف المحذوف أصلا الذي هو المصدر، هنا تعرب إعرابه بالضبط، نقول مفعول مطلق منصوب. خلاص. طيب ومن هذا أيضا من الصفة التي تنوب عن المصدر أكرمت زيدا أحسن الإكرام، يعني فيها كأنه فيها تقديم وتأخير، يعني أصل الكلام أكرمت زيدا الإكرام الأحسن، فما الذي حدث؟ تقدمت الصفة على الموصوف فأصبحت بهذا الشكل، أكرمت زيدا أحسن الإكرام. أحسن هنا مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتح. قد يقول قائل في أي نوع ندخلها؟ أقول ندخلها في صفة المصدر. يقول ولكن المصدر موجود، نقول صحيح، ولكن صفته تقدمت عليه وأخذت إعرابه فأصبحت بهذا الشكل، أكرمت زيدا أحسن الإكرام، هنا النون مفتوحة، أحسن الإكرام. طيب رضيت عنك أجمل الرضا، أين المفعول المطلق؟ أجمل، والرضا مضاف إليه. ومن هذا النوع أيضا من صفة المصدر أنا أذكره لأنه يعني موجود في القرآن في أكثر من مثال، توجد أمثلة عليه في القرآن، كلمة حق المضافة إلى مصدر العامل السابق، هذه في هذه المواضع كانت مفعولا مطلقا، كما في قوله تعالى يتلونه حق تلاوته، أين المفعول المطلق؟ حق، لذلك جاءت منصوبة. هل حق أضيفت إلى مصدر العامل السابق؟ التلاوة مصدر تلا يتلو، نعم، إذن حق هنا مفعول مطلق وتلاوة مضاف إليه. اتقوا الله حق تقاته، حق مفعول مطلق وتقاته مضاف إليه. وما قدروا الله حق قدره، حق مفعول مطلق وقدره مضاف إليه. وجاهدوا في الله حق جهاده، حق مفعول مطلق منصوب وجهاده مضاف إليه مجرور. يبقى شيء واحد فقط وهو عامل المفعول المطلق، ما الذي يعمل النصب في المفعول المطلق، وهل يشترط أن يكون مذكورا دائما أو لا يشترط؟ عامل النصب في المفعول المطلق، المفعول المطلق منصوب صحيح،
ما الذي نصبه وما الذي جعله منصوبا؟ أحد ثلاثة أشياء، واحد من ثلاثة، إما أن يكون الفعل أو المصدر أو الوصف، نحو اسم الفاعل واسم المفعول، هذا اسمه وصف. طيب مثال ذلك: ضربت زيدا ضربا، أين المفعول المطلق؟ ضربا مفعول مطلق منصوب. ما الذي نصبه وعمل النصب فيه؟ الفعل الذي هو ضربته. طيب عجبت من ضربك زيدا ضربا شديدا، أين المفعول المطلق؟ هو ضربا أيضا. ما عامل النصب فيه؟ ما الذي نصبه؟ المصدر الذي هو ضرب. عجبت من ضربك زيدا ضربا، إذن ضرب هذا مصدر، وهو الذي عمل النصب في المصدر، أيضا المفعول المطلق. ولكن هذا مفعول مطلق، هذا ليس مفعولا مطلقا. طيب الوصف نحو أنا ضارب زيدا ضربا شديدا، المفعول المطلق ضربا. ما عامل النصب فيه؟ اسم الفاعل الذي هو ضارب. طيب هناك سؤال: هل من الممكن أن يحذف عامل النصب في المفعول المطلق؟ ممكن، يعني يأتينا المفعول المطلق وعامله محذوف. نعم، وهذا يأتي كثيرا، ومن أمثلة ذلك سبحان الله، تقريبا في كل مكان تذكر فيه هي مفعول مطلق لفعل محذوف، ولذلك نقول سبحانا. هل نقول سبحانه أو سبحاني أو دائما سبحانا؟ سبحان الله مفعول مطلق لفعل محذوف، إذن هذا منصوب. الله لفظ الجلالة مضاف إليه مجرور. وكذلك معاذ الله، معاذ مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره أعوذ، والله لفظ الجلالة مضاف إليه. كذلك كلمات نحو شكرا، عفوا، رجاء، سمعا وطاعة، صبرا، سحقا، بعدا، عجبا. من ذلك واحد يقدم لك معروفا أو يقدم لك شيئا فتقول له اختصارا، تقول شكرا، لماذا نصبته؟ لماذا قلت شكرا؟ وشكر هذا مصدر للفعل شكر، شكر شكرا. طيب شكرا هذه ما إعرابها في قولك؟ إذن إعرابها مفعول مطلق لفعل محذوف. ما التقدير؟ التقدير أشكرك شكرا، حذف العامل وبقي المفعول المطلق، وهذا صحيح في اللغة طالما أن التقدير معروف ومفهوم. كذلك واحد يقدم لك شيئا فتقول له عفوا، عفوا أي هذا مصدر للفعل عفا، إذن عفوا مفعول مطلق لفعل محذوف. كذلك رجاء، وكذلك سمعا وطاعة، يعني الشخص سيده يقول له افعل كذا فيقول له سمعا وطاعة يا سيدي. سمعا مفعول مطلق لفعل محذوف والتقدير أسمع. طيب طاعة مفعول مطلق ثاني، يعني لفعل محذوف آخر، يعني جملة أخرى، يعني سمعا وطاعة جملتان ليست جملة واحدة. فنقول سمعا مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره أسمع، الواو حرف عطف، طاعة مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره أطيع، والتقدير أسمع سمعا وأطيع طاعة. مفهوم؟ وكذلك صبرا، يعني مثلا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر على آل ياسر فماذا قال؟ قال صبرا يا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. طبعا المشهور صبرا آل ياسر الذي أثبته الحديث في الكتاب عندي، صبرا يا آل ياسر في المستدرك على الصحيحين. صبرا، صبرا ما إعرابه؟ مفعول مطلق لفعل محذوف، ما تقديره؟ اصبروا صبرا. قول الشاعر فصبرا في مجال الموت صبرا، فما نيل الخلود بمستطاعي. فصبرا هكذا، صبرا مفعول مطلق لفعل محذوف. وكذلك سحقا وبعدا وعجبا، حتى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير. لماذا قال عجبا؟ ما إعرابها؟ مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره أعجب عجبا. يعني المفعول المطلق درس مهم جدا، لذلك أكثرت من التطبيقات عليه في الكتاب، يعني تطبيقات المفعول المطلق في كتابنا النحو التطبيقي بلغت 95 تطبيقا لأهمية هذا الدرس، لمن أراد أن يرجع إليها إن شاء الله تبارك وتعالى. انتهى الدرس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.